المسلسل في يوم وليلة انا لسه عارفه ان هو ترند برضو زيك. اتبسطت جدا ان هو ترند، ما بقاش فارق. انا عامه طول عمري ما بيفرقش بالنسبه لي ابدا المسلسل نازل رمضان بره رمضان. ساعات المسلسلات بتبقى خارج رمضان وبتنجح، وساعات العكس. بالعكس رمضان مرعب في حاجه، انه الكم كتير جدا، فوارد المسلسل يبقى كويس ويتظلم، وده بيحصل كتير. يعني اكبر نموذج على كده ذات مثلا، ذات ما نزلش في رمضان ونجح نجاح ساحق، ولما نزل بعد كده كسر الدنيا، يعني مش فارقه خالص. وانا العصيان ما نزلش في رمضان ونجح. وفي حاجات بتنزل في رمضان زي ما بقول لك ساعات بتتظلم. يعني انا عجبني الورق جدا. عجبني ان انا في احيانا بتكون البطله مش شرط، يعني انا طالعه حبيبه احمد، فهي دي البطله الحبيبه اللي بتتحب مش عارفه ايه. ايتن طالعه البطله الشريره اللي بتعمل بتجز كتير قوي. انا كنت في نفس وضع ايتن في الكبريت الاحمر، وكانت ريهام طالعه الحبيبه فانا ما عنديش مشكله خالص في الحته دي، ولا عندي مشكله اطلع في جزء متاخر. المهم ان الدور نفسه يكون بيعمل حاجه كويسه. بيطلع امتى؟ ما انت ممكن تلاقي حد موجود من اول حلقه بتبقى مش طايق تتفرج. فهو لفت نظري ان الدور نفسه حلو. في ان انا لسه طالبه في المعهد، وفي حاله المعهد في فنون مسرحيه، وده بالفعل ده واقع احنا عشناه انا ورزق وجو محمد جمعه. دايما نقول عليه جوجو، فعايزه افتكر الاسم الحقيقي ايه. ونضال الشافعي. فاحنا دفعه واحده. ياما كان في اكيد انت وزمايلك في المعهد ولا في الجامعه بيبقى في ذكريات كده حلوه. فاحنا كنا قاعدين في اللوكيشن بامانه ما احناش حاسين اصلا ان احنا في لوكيشن. كنت بتكلم انا وجوجو، بيقول لي بعد مسلسل ما نزل، قال لي يا داليا انت حسيتي بالمسلسل؟ قلت له خالص، يعني يكاد يكون المسلسل الوحيد اللي انا زي ما دخلت وزي ما خرجت ما حسيتش ان عدى 3 شهور اطلاقا. فكانت روحنا حلوه، بلس ان شيرين كمان مخرجه شاطره، واللوكيشن بتاعها دمه خفيف، مش قفيل، يعني مش مقلق وانت رايح. فاعتقد ده بان على الكاميرا، الناس حست بده بجد انه مسلسل بسيط وطبيعي وما فيهوش افتكاسات. يعني احنا كنا بنقعد القعده دي على فكره في معهد فنون مسرحيه في المسرح، بنقعد بجد على الارض على الستيج كده بلبس معكوك. يعني كل اللي انت شفته ده فعلا كان بيحصل في المعهد. ففي كيمياء. حتى انا بقول يعني المسلسل كله جميل، بس في اكتر مشاهد انا حسيت انها حقيقيه قوي اللي بينا احنا الثلاثه، انا ورزق وجمعه بجد. يعني افتكر مره كنا شغالين في مسرح جلال الشرقاوي، وكنا بناخد 150 جنيه، ما كانش بيكفي المشاريب. فمره من المرات انا وهو من عند جلال الشرقاوي المسرح لحد الهرم، كان موصلني هو بيتي، احنا ماشيين مشي ما عندناش فلوس نركب حتى ميكروباص. وقعدنا نرغي ونتكلم ونضحك ومش عارفه ايه الحاجات دي لما بنفتكرها احنا مع بعض بنبسط بجد. وفاكره هو واحنا في التصوير قال لي فاكره لما رحت الجلال الشرقاوي؟ قلت له طب يا دكتور انا مش عايز مرتب، انا عايز بس المرتب اللي يكفي القهوه والشاي بس. فدي من الحاجات الكتير اللي احنا كنت انا وهو وجمعه مثلا، وكنا دفعه القريبين قوي لبعض، عمرو القاضي، رزق، احمد صفوت، شريف سلامه، مين تاني، عمرو القاضي، دول كن اقرب جروب مع بعض قوي، يعني الدايره الاولانيه. في طبعا الثانيه والثالثه وبتاع. ياما كل واحد فينا خد من الثاني جنيه عشان يروح بيتهم، عشان ياكل، عشان حاجات كده. فدي ذكريات حلوه يعني، وحاجه تقول للشباب انه مش شرط خالص ما يبقاش معاك ولا جنيه، بس قدام ربنا هيكرمك لو انت عندك يقين بده.